من هو ماهر زين؟ يمكن القول بأن الأناشيد تختلف عن الأغاني بالعديد من الأمور والنقاط، فكلمة الأناشيد بداية اشتقت من النشيد، والنشيد هو رفع الصوت ببعض المحفوظات من النثر الموزون أو الشعر أو ربما حتى الزجر، وهذه العادة قديمة جدا وكانت الطريقة الرائجة للتخلص من سماع الأغاني والاستغناء عنها بشيء قريب منها، وقد بدأ بشكل منظم في السبعينيات، فيكون السلوى الناس في تحريك المشاعر والعواطف والأحاسيس نحو نصرة الدين، ومن ثم تطورت تلك الظاهرة حتى ظهر العديد من المنشدين الذين باتوا معروفين في الوطن العربي وربما حتى العالم من أمثال سامي يوسف وماهر زين. عند الحديث عن أبرز المنشدين البارزين في الآونة الأخيرة، لابد من التطرق إلى واحد من أهم المنشدين العالميين وهو ماهر زين، الذي شاع اسمه بشكل كبير في الوسط العربي بسبب جنسيته اللبنانية والوسط العالمي بسبب جنسيته السويدية. ويعود ماهر زين إلى مواليد سنة 1981، تأثر بشكل كبير بوالده اللبناني الطرابلسي، فأخذ عنه حب الموسيقى وتعلمها وأتقن العزف على آلاتها بشكل جيد ووقت قصير. وقد ذهب مع والده للعيش في السويد وكان يبلغ من العمر 8 سنوات تقريبا. حقق نجاحا لا بأس به في السويد، ثم انتقل إلى العيش في نيويورك ليتابع ما بدأه هناك. ومن أحد أقواله المشهورة: كنت أحب الموسيقى ولكنني كنت أكره كل ما يحيط بي، شعرت دائما أن هناك أمرا غير صحيح، لذلك أحس نفسه بأنه في المكان الخطأ ويسير مع التيار إلى وجهة غير مناسبة. دفعه إحساسه بالذنب وضيقة الصدر إلى البحث عن طريق آخر يجد نفسه فيه، فالتقى في تلك الآونة بأحمد بوخاطر ومشاري العفاسي، فكانت تلك نقطة التحول في حياته مما جعله مصرا أكثر على توبته من الأغاني والابتعاد عنها والاستغناء عن ذلك الطريق بالأناشيد الإسلامية. ويقول في ذلك: وجدت بأنني لم أستطع التخلي عن الموسيقى لأنها روحي وأحسن شيء أعبر من خلاله عن نفسي وعن الآخر، ففكرت في أن أعود إلى الموسيقى لكن في الاتجاه الصحيح، أي دخول عالم الغناء الهادف والملتزم، أو كما يقال الأغنية النظيفة الملتزمة الهادفة والدينية. وفي ذلك تفصيل للإجابة عن سؤال: من هو ماهر زين؟ بعد الحديث عن تفاصيل حياة ماهر زين وقصة توبته التي كانت بالنسبة له نقطة تحول في عالم الفن والتي بات الناس يتناقلونها في كل ساعة وحين، لابد من ذكر أهم الأعمال التي قام بها خاصة بعد اعتزاله للغناء بشكل نهائي، فقد أدت أعماله إلى انتشار اسمه بشكل كبير في العالم الإسلامي. في سنة 2009 ظهر له أول ألبوم بعنوان أشكرك يا الله، وقد تضمن ذلك الألبوم حوالي 17 أنشودة ولاقت نجاحا باهرا في العالم العربي. بعدها بسنة، في سنة 2010 أصدر أغنية اسمها إن شاء الله، وأخيرا في سنة 2014 قام بغناء إشارة برنامج مصطفى حسني، وكانت تلك أهم أعمال ماهر زين التي جابت العالم العربي والإسلامي.